في ناس بترفض المسيح لاخر وقت في حياتها. احنا عايزين المسيح له المجد، عايزينه اه، يبقى نجتهد ان احنا هو يجد لي مكان في حياتنا وفي قلوبنا احبائي. اذا كنت عايز اشوف وش ربنا في حياتي عليا بالدموع التوبه. دموع التوبه دي احبائي بتغسل وبتنقي وبتغصب ربنا كمان يستجيب. القدس يقول ان الله يريدنا ان نتوسل اليه، قدس بولس كبير، ان الله يريدنا ان نتوسل اليه وشاء ان نغصبه ويود ان يغلب من حدتنا. عشان كده احبائي عشان اجد المسيح في حياتي ابقى نظيف، اتنظف من الخطيه بالتوبه القلبيه. نمره اتنين، اكلمه على طول، اتكلم معاه من خلال اجتماع زي كده، من خلال ترانيم زي كده، من خلال قداس احضره واصليه، من خلال تناول جسد ودم، من خلال صلاه المخدع والمواظبه عليها، من خلال قرايه كلمه الله الحقيقه في البيت وهكذا احبائي، من خلال سماعي للترانيم الجميله والالحان الكنسيه الحلوه. يبقى هنا ابتدي احس بوجود المسيح في حياتي. توبه، مخدع، كنيسه، صلوات، قرايه كلمه الله الحقيقه، ابتعاد عن الشر اللي في العالم والخطيه اللي في العالم. اهرب لحياتك، لا تقف في كل الدائرة. الدائرة اللي فيها عثرة، اللي فيها حسابين لك غلط أو خطية، اهرب لحياتك منها. اهرب لحياتك، يقول كده، يوصلنا كتاب مقدس بالهروب. عشان كده أحبائي نجد المسيح يقول لنا كده، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. الحياة الأبدية هي الأهم يا أحبائي. أنا أسأل نفسي أقول أنا عملت قدمت قدام نفسي إيه للحياة الأبدية؟ هل بطلع العشور بتاعتي للمحتاجين؟ هل بهتم بالكنيسة واحتياجاتها؟ هل أنا بهتم بخلاص نفسي؟ هل بهتم بخلاص الأسرة بتاعتي؟ بجاهد إن أنا أقربهم من ربنا؟ بنجاهد، في ناس بتجاهد وما بتنجحش لأن الطرف الآخر بيبقى رافض، رافض ربنا أصلا خالص. في ناس رافضة، آه في ناس رافضة، يا ويلهم طبعا. ما بحكي لكم، يمكن حكيتها قبل كده بس أحكيها تاني. أنا كنت قاعد هنا في الكنيسة بالليل مرة، لقيت شاب من ولادي في الاعتراف جالي، شاب جامعي، قال لي أرجوك يا أبونا تعتذر عن المعترفين دلوقتي وتجي لي البيت. ليه يا ابني؟ قال بابا الدكاتره قالوا هوبليس كيس وكده، هو يعني كلها ساعات ولا حاجه خالص. فارجوك، هو عمره لا اعترف ولا تناول. فانا عايز اقدم له اعظم خدمه اقدمها له في حياتي، ان انا اخليه يعترف ويتناول قبل ما يموت. تو خلاص يا ابني جاي معاك. هو كان قريب هنا في خلوصي، ابوه ده كان وكيل وزاره احدى الوزارات، يعني مش هقول تفاصيل. اعتذرت قلت لهم ربع ساعه انا جنبكم هنا هاجي لكم على طول. رحت سلام. المهم قلت لهم عن اذنكم بقى بره للاسره. قال لي ليه؟ ماشيهم ليه؟ قلت له عشان حضرتك تعترف. قال حد قال لك ان عايز اعترف؟ بشخط كده، ففهمت ان ابنه جاي من نفسه، ابوه ما طلبش، ما رضيش اوقع ما بينه وبين ابنه. فقلت له انا بعرض على حضرتك يعني لو عايز تعترف عشان يعني تتعبان وكده يعني ربنا يتحن. قال لما اكون عايز اعترف مش منتظر حد يقول لي. قلت له يا عم انا مش حد، انا ابونا ودي شغلتي، شغلتي انا خدام للمسيح وخدام ليكم. انا شغلتي ان انا اجي اوصل لك صوت ربنا، تقبله تقبله، تقبله مش براحتك، انا مش جاي اضايقك يعني وانت عيان. قال لا مش عايز. فقلت طب انا قلت لو يتناول اجيب له مناوله الصبح خلاص. قلت له خلاص بكره الصبح ان شاء الله عندي قداس، هاجي لك بعد قداس واناولك ان شاء الله. قال لما اكون عايز اتناول ابقى اروح الكنيسه بنفسي، مش عايز حد يجي يناولني. قلت له يا عم انت متضايق ليه؟ هو انت متضايق مني ليه؟ انت شفتني قبل كده؟ قال لا ما شفتكش. طب انت زعلان مني ليه يا عم؟ قال مش زعلان؟ بتعرض عليا حاجات انا مش عايز. قلت له انا اسف مش جاي اضايقك، مش عايز تتناول؟ قال لا مش عايز. انا اسف جدا. سلام سلام. ولا قال لي حتى صلي لي. صدقوني ما قاليش صلي لي. صدقوني. ومشيت. ايه الواد؟ انا اسف يا ابويا. قلت له اسف ليه يا ابني؟ اسف ليه؟ خلاص انت عملت اللي عليك، هو رافض تماما المسيح له المجد، هو حر. وجيت الكنيسه اكمل اعترافات، فيش ساعه الزمن ولا ساعتين مش فاكر، لقيت الولد ابونا يا ابونا. ايه يا ابني مال؟ بابا مات يا ابونا. قلت له ربنا يعزيك يا ابني، ربنا يسندك ويقف جنبك. ففي ناس بترفض المسيح لاخر وقت في حياتها. احنا عايزين المسيح له المجد، عايزينه اه، يبقى نجتهد ان احنا هو يجد ليه مكان في حياتنا وفي قلوبنا احبائي. زي ما قلت لكم بالتوبه القلبيه، بالاعتراف والتناول، بالمواظبه على صلاه المخدع، بقراءه كلمه الله، بالمواظبه على سماع كلمه ربنا الحيه كده باستمرار. بل اعملوا للطعام الباقي للحياه الابديه الذي يعطيكم ابن الانسان. يعني مين اللي هيدينا الحياه الابديه؟ المسيح له المجد، له كل المجد، لان هذا الله الاب قد ختمه. يعني الله الاب قد ايد ابنه الوحيد الرب يسوع المسيح، ختمه ختم الذي لا يفك اطلاقا، اللي هو ده الله اللي ظهر في الجسد مخلص العالم اللي جاي عشان يخلص ما قد هلك. فالله الآب قد ختم الابن الوحيد يسوع المسيح ربنا
عشان يخلص اللي ما قد هلك ومن امن به. عشان كده احبائي ختمه بالمعجزات، بالاقوال اللي ما فيش حد قدر يقولها غيره، بالتعليم، بالاهتمام بملكوت السماوات، وادى امثله كتير فيها. الله اعطانا من خلال تجسده الرب يسوع المسيح له المجد، تجسد الكلمه، اعطانا فرصه ان احنا نتعرف عليه عن قرب. يقول كده الرسول: الذي رايناه بعيوننا ولمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه والحياه اظهرت. الله قادر الذي يعطينا حياه ابديه، ان يعطي ان يكون له وجود في حياتنا، وان نتمتع في الحياه الابديه.